يروج إعلام النظام عبر وسائل إعلامه أن كل من يتواجد في حي جوبر الدمشقي هم مسلحون وإرهابيون بغية صرف أنظار الأمم المتحدة عن إدخال المساعدات إلى هذا الحي المحاصر. لكن على أرض الواقع تختلف الصورة تماما، فالإرهابيون الذين يتحدث عنهم النظام هم أطفال ونساء وشيوخ رفضوا الخروج من الحي، أما المسلحون هم ثوار الحي الذين يدافعون عن أرضهم من ظلم النظام وقوته. أنا عايشة بحي جوبر الدمشقي، وهون في كتير عندي سكان وكتير في جيران، والمجلس المحلي البلدي بيقدم لنا خدماته وهو مسؤول علينا. الأمم المتحدة قدمت لكل البلدان ما عاد حي جوبر، لأنه مدعين أنه قال نحن هون مسلحين، ونحن ما لنا مسلحين لك ابني، نحن صابرين على حكم الله. ينقسم حي جوبر الدمشقي إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو جبهة حي جوبر، والثاني هو الأحياء السكنية والتي تحوي عددا من عائلات حي جوبر الذين رفضوا الخروج من الحي، أما قسمها الثالث فهو شرق المتحلق الجنوبي الذي يضم العدد الأكبر من العائلات والتي تقدر بأكثر من 2100 عائلة، يشرف على تخديمهم المجلس المحلي لحي جوبر الذي أكد أعضاؤه عن صعوبات كبيرة يعانون منها بسبب قلة الإمكانيات. نحن حاليا متواجدين داخل حي جوبر الدمشقي، في عدد لا باس به من المدنيين داخل الحي. حي جوبر الدمشقي بينقسم لقسمين، قسم شرق الاستراد وقسم غرب الاستراد. غرب الاستراد هو حاليا هو خط الجبهه، وشرق الاستراد المتواجد فيه عدد كبير من اهالي الحي. في داخل الغوطه الشرقيه حوالي 5000 عائله من اهالي حي جوبر الدمشقي. حاليا الامم المتحده دخلت مساعدات لاغلب مناطق الغوطه الشرقيه ما عدا حي جوبر الدمشقي اللي ادعى النظام انه موجود فيه ارهابيين. نحن هلا عم نثبت انه داخل حي جوبر الدمشقي يوجد مدنيين، وعم نثبت انه شرق الاستراد موجود نسبه كبيره من العيال المدنيه، وموجود حراك مدني داخل حي جوبر الدمشقي. حي جوبر الدمشقي هو الحي العصي على قوات النظام، شأنه شأن مدينة داريا، فمحاولات الاقتحام الفاشلة جعلت النظام يتبع أساليب الترهيب والتشويه ودفع وفد الأمم المتحدة إلى العزوف عن الدخول إليه أو تقديم أي مساعدات للأهالي الذين وصفهم النظام بالإرهابيين والمسلحين. يتحدث نظام الأسد عبر وسائل إعلامه أن جميع المتواجدين في حي جوبر الدمشقي هم من الإرهابيين والمسلحين لمنع دخول مساعدات الأمم المتحدة إلى داخل الحي، لكن على أرض الواقع تختلف الصورة تماما، فالإرهابيون الذي يتحدث عنهم نظام الأسد هم هؤلاء. يمان السيد، أورينت نيوز، حي جوبر دمشق.